السلام عليكم ورحمة الله. اليوم وجهت سؤال لمتابعيني في السناب، يمكن شفته، قلت وش الأشياء اللي ممكن تتوقع إنك تندم عليها إذا كبرت في السن. حقيقة جتني رسائل وتفاعلات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. لاحظت إن أكثرهم مستعد للندم من الآن لكنه ما يبغى يتغير. غريب وعجيب جدا، مستعدين مهيئين أنفسهم للندم مستقبلا. ليش تتندم إذا كبرت؟ ليش ما تزبط أمورك من الآن عشان لا منك كبرت تصير مبسوط وفرحان وسعيد بحياتك؟ منهم اللي قال ليتني تعلمت، وفي منهم يقول ليتني تزوجت، وفي منهم اللي يقول ليتني سافرت، وفي منهم اللي يقول ليتني تدينت، وفي منهم اللي يقول ليتني صليت وحافظت على صلاتي، وفي منهم اللي يقول ليتني بريت بوالديني. طيب أنت الآن معك مجال، تنتظر ليش؟ تخيلوا معي واحد عمره مثلا 30 سنة ويتوقع انه بيموت مثلا بعد 40 سنة، ويقول ان شاء الله اذا صار عمري 40 سنة وعشت العمر هذا كله وجت لحظة وفاتي ابى اتندم اني ضيعت عمري. يعني مجهز من الحين انه لا بعد 40 سنة ابى اتندم واتحسف اني ضيعت عمري وضيعت وقتي وضيعت جهدي. شيء عجزت افهمه انا. أخوة يوسف عندما أرادوا فعل الجريمة قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني بنسوي الجريمة بعدين بنتوب، ما قالوا بعدين بنتحسف، لا قالوا بنتوب. ليش احنا نأخر الأشياء هذه حقيقة؟ إذا كنت أعتقد أنك إذا كبرت بتتحسف أنك ما حفظت القرآن، احفظه من الآن. إذا كنت تحسف أنك مثلا ما سويت أي مشروع خيري، سوي من الآن. إذا كنت تتوقع أنك بتتحسف أنك ما بريت بوالدينك، برهم الآن. إيش تنتظر؟ بعد الموت الناس كلها بتندم، المحسن بيندم أنه ما زاد إحسان، والمسيء بيندم أنه ما تاب. المطلوب منك انك تسوي مشروعك في حياتك وانه ينجح 100%، المطلوب منك انك بس تقرر انك تكون في الطريق الى مشروعك لا اكثر ولا اقل. هل هذا متعب؟ اعظم مشروع في حياتك هو اهدنا الصراط المستقيم. انت بس خليك على الصراط، بس اذا مت عليه خلاص ترك وصلت. اعتبر كل مشروع خير في بالك ينفعك يوم القيامة، اعتبره مثل الصراط المستقيم، يعني خليك عليه حتى يوديك لمكانك الصحيح إن شاء الله يوم القيامة. أي شيء ترغبه وتحبه وتنطلق للتعلم فيه السنة فيه، يعني تعطيك قفزة عن 10 سنوات، هذا إذا كنت فعلا أنت راغبه وتبغاه. بالك إذا خالطها التوفيق والبركة من الله. أي هدف في حياتك تبغى تصل إليه، ما عليك إلا إنك تخلي نفسك في الطريق المؤدي إليه فقط. هل هذا مكلف؟ فكرة، ترى بعض الأهداف متحركة، أنت بس خليك على الطريق وترى إلى ما جيته هو بيجيك. هذه قصة الفقير هندي علمني بها واحد من الأخوان، يعرف هذا الرجل والهندي هو اللي علمه بحكايته. يقول إني كنت فقير جدا، الهندي طبعا اللي سولف، يقول كنت فقير جدا، طلعت من قريتي إلى مومباي عشان أجي أشتغل في دول الخليج، ولما وصلت المكتب قال مالك عندي شغل. يقول أصبت بإحباط شديد وزعلت على المكتب، كيف تستدعيني وأجي بعدين تقول مالك عندي شغل؟ قال أقول لك مالك عندي شغل. قلت طيب عطني حق الرجعة، قال ولا أعطيك حق الرجعة. قلت طيب أبغى آكل، قال تشتغل في هالمحل مقابل الأكل فقط. ويقول الهندي اضطريت أني أشتغل عند صاحب المكتب 3 سنوات تقريبا، آكل وأشرب فقط مقابل أشيل وحط ونظف وأكنس واستقبل الناس وهكذا. في يوم من الأيام جاني رجل أعمال سعودي مع 400 تأشيرة وقال لي أنا أبغاك أنت اللي تساعدني فيها. قلت لها الكمية ذي يبغى لها مكتب، يعني لازم نأسس لها مكتب. قال أسس مكتب واشتغل وبعدين أخصمها، يعني أنا بعطيك مبلغ وبعدين أخصمه وحول لي حقي. يقول قلت له طيب، ونجح المكتب.
يقول الرجال انبسط جدا من احترافيتي في الشغل ومن أمانتي ومن عملي ومن جديتي، وحول علي ربعه وهكذا. يقول ولله الحمد والمنة عندي الآن في الهند أكثر من 100 مكتب، أصبح واحد من أكبر الشركات اللي تصدر عمالة للخارج. تخيلوا، جاه رزقه في محله. لكم بعض الأرزاق فقط تبغاك تاقف في طريقة وهي بتجيك، لذلك لا تنام ولا تسوف ولا تؤجل. الأخير هذه لا تؤجل، حط حتى 3 خطوط. السلام عليكم.